أي كتب التفسير نقرأ؟ لأن عندنا إشكال الآن، البعض يقول أنا لو أقرأ في كتب التفسير الآن هذا يأخذ مني وقت طويل، وبعض الأحاديث أجدها تحتاج إلى تحقيق، أجد أحيانا أشياء من الإسرائيليات كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ نقول لابد ترجع إلى العلماء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. رجعنا للعلماء، أرشد العلماء رحمهم الله تعالى إلى تفسير مختصر واضح، وهو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. لماذا؟ قالوا لأنه مختصر واضح، ألفاظ سهلة يفهمها كل أحد، المؤلف معروف، أيضا هذا التفسير فيه العمل بالقرآن، وهذا الذي نحتاج العمل بالقرآن. حتى يقول أحد الدكاترة، أستاذ دكتور في الجامعة الإسلامية، يقول في أول طلب للعلم سمعت هذا الكلام عن تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله، يقول لكن كنت يقول أقرأ بسبب الدراسة والمشايخ والدروس، يقول كنت أقرأ في كتب التفسير المطولة، القرطبي والطبري، وأقرأ في ابن كثير، وأقرأ في الجلالين، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا، وأقرأ في كذا. يقول الآن بعد أن من الله علي سبحانه وتعالى وأصبحت أستاذ دكتور في التفسير، عندما أقرأ في كتب التفسير في آية واحدة مثلا، يقول أرجع إلى تفسير ابن سعدي، أجد تفسير ابن سعدي جمع كل ما في هذه التفاسير بكلام مختصر، ويقول ليتني عكفت على هذا التفسير المختصر في أول الطلب.